اتفضلي يا ام اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي. منورة شاشة. الله يخليكي، انا اتفضلي. ليا سؤال. نعم. انا جوزي متوفي ومعايا ولد وبنت، وطبعا المكافأة بتاعته حولتها لشهادات عشان شوار البنت وجهاز الولد. ماشي حبيبتي. فانا عايزة اعرف الفايدة بتاعتها حلال ولا حرام؟ حلال يا ضميري حبيبتي، مقلبني. حلال يا حبيبتي، حلال. احنا قلنا اي اموال، مش احنا اللي قلنا الحقيقة، مجمع البحوث الإسلامية، علماء المسلمين في مصر قالوا ان اي اموال احنا بنشيلها في البنوك الوطنية من اجل ان البنك يشغل هذه الاموال، ونتيجة هذا التشغيل بيترتب على ذلك ارباح، فان الارباح تضاف الى الاموال وتكون حلال ان شاء الله يا ام اسلام.